انتشرت في الآونة الأخيرة طرق جديدة لعرض واختيار المأكولات، وأصبح مستخدمو إنستغرام تحديداً بيشاركوا صور طعامهم المفضل ويوثقون تجربتهم عند زيارة المطاعم، وهذا الأمر كان له الكثير من التبعات على ثقافة الطعام لدينا، فأصبح المستهلك يهمه بالدرجة الأولى شكل الطعام، فكم مرة اقترح عليك شخص بالذهاب لمطعم معين؟ وقمت مباشرة بإلقاء نظرة على حساب المطعم في إنستغرام، وعلى حسب مدى إجابتك أو إعجابك بالصورة الموجودة بيكون قرارك بالذهاب أم عدمه، وهالشيء حفز أصحاب المطاعم على الاستعانة بخبرات مصورين محترفين يقومون بتصوير أطباقهم لتسحر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. التصوير الاحترافي للطعام هو عالم منفصل له خصائص ومميزات وأسرار. قد يعتقد البعض أنه أغلب هالصور بتعتمد اعتماد كلي على الفوتوشوب، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً. ولكي نتعرف أكثر على هذا الموضوع سيكون ضيفاً اليوم المصور اللبناني علي عربس. فعلى الرغم من دراسته في مجال المحاسبة سيطر شغفه بالتصوير على مشواره العملي، وجعله يركز على تعلم التصوير والتصميم الجرافيك ذاتياً، مما حفز علي على التصوير هو الجمال الساحر لقريته في شمال لبنان اللي هي نمرين الضنية واللي ولد بها، فقام بتصويرها في البداية، ومن هناك تخصص في التصوير الفوتوغرافي بشكل عام مع التركيز على تصوير الأطعمة. اتحاد المصورين العرب أعطوه لقب أول مصور عربي يصور الأكل المتطاير بطريقة احترافية ومختلفة، ومن أيام حصل على المركز الثالث في مسابقة رحلة لواء الفوتوغرافية والتي نظمت في الإمارات. وقبل ما نتحدث مع علي عن مجال تصوير الطعام الاحترافي ذهبنا لنعيش تجربة جلسة التصوير، خلونا نتابع والحديثنا بقية. عشان نعيش هالتجربة ونتعرف على تفاصيل ما خلف كواليس تصوير الأطعمة اختار علي أن يكون لقاءنا في مطعم جميل في إمارة الفجيرة. لاحظت أنه علي جاب معاه أغراض كثيرة، بعضها كان نوعاً ما غريب، إبر ومكعبات ثلج اصطناعي وملاعق وشوك بأحجام وأشكال مختلفة، كلها أدوات لازمة للعرض الحيوي اللي حتشوفونه بعد شوي. المصور بالعادة بيلبس لون أسود كرمال ما يطلع ريفليكشن بالطعام، لو لبس لون تاني حيطلع الريفليكشن تبع تيبو بالأكل اللي حنصوره، فكرمال هيك يعني لازم إحنا نلتزم باللون الأسود. أول شيء ورانا علي كيف يصور المشروبات، عملية معقدة للغاية. بالعادة إحنا بنصور هيدا الشوت مرتين، أول مرة بيكون ستاتيك مثل ما هو هلا من غير أي شيء، بس نخلص الشوتينج أوكي نرجع بنشيل الآيس بنشيل إيفريثينج ونصور بنعمل سبلاش، هي المرحلة الثانية. بس السبلاش هذه أو طشة العصير ما صارت إلا بعد عدة محاولات، وأكيد هذه المحاولات راح تحيتها بعض الكاسات، بس النتيجة كانت مبهرة وتستحق كل العناء. بعدها انتقل علي لتصوير طبق حلويات وبدأ بتعليق قطعة كيك على حبل وسط نظراتنا اللي كان يملأها كل الاستغراب، وبعدين قرر علي أن يضعني في الصورة حرفياً والتقط لي صور وأنا أحاول الإمساك بالطبق، وبعدها خرجت من الصورة الحمد لله لأنه اللي جاي بعدها كان يتطلب الابتعاد. قام برش سائل الشوكولات وتطيير حبات التوت والنعناع ونثر السكر مع التركيز على التقاط الصورة في الوقت المناسب لإظهار كل هذه الخطوات. لا لا كل روحي لا اجى لفوق. والنتيجة خلاصة التجربة أنه تصوير الطعام الاحترافي مو سهل أبداً، وعشان الواحد يبدع فيه لازم يبذل جهد كبير، والأهم يكون عنده صبر ما له حد. والآن جاء وقت أن نرحب المصور الفوتوغرافي علي عربس. أول شيء منورنا وشكراً لقبول الدعوة. شرف لي بدعوتكم على برنامج MBC، شكراً لك. خلينا نحكي علي عن بداية دخولك لعالم التصوير الاحترافي المتعلق بالطعام تحديداً، إيش اللي جذبك له وكيف تعلمته؟
بداية أنا بلشت بالتصوير الفوتوغرافي على كاميرا صغيرة فبلبنان، بعدين شوي شوي انتقلنا لكاميرات شوية احترافية أكتر. هيدا الشيء اللي خليني أتعلق بالتصوير هسه أكتر وأكتر. بعدين التصوير الفوتوغرافي اللي هو مختص بالأكل مختلف عن أي شيء تاني، يعني بده ذوق بده فن، وكمان قليل اللي ناس بيصوروا هذا التصوير. كرمال هيك حبيت فوت بهي التجربة كرمالكم إن شاء الله مميزين عن الشباب. طب خلينا نحكي شوي عن خصائص هذا النوع من التصوير، يعني مثلا حكينا شوي عن الإضاءة، عن الخلفية، عن الزوايا. أهم شيء بتصوير الطعام هو هالأشياء اللي ذكرتيها أنت حضرتك. أول شيء الإضاءة، يعني إذا ما في إضاءة صح ما في صورة صح. بعدين ننتقل للخلفية الباك جراوند، يعني إحنا كمان بنختار الباك جراوند حسب اللي المطعم اللي عم نصور له. يعني إذا مود المطعم مثلا دارك لازم يكون نفس الستايل، لايت كمان نفس الشيء. كمان يعني هذا الشيء كتير مهم بالتصوير اللي هي الخلفيات. وعندي كمان الزوايا والأنجل، كل نوع أكل له زوايا مختلفة، البرجر، البيتزا، الأطباق التانية، كل شيء له زاوية مختلفة عن التانية. حلو، وإحنا كنا بنصور العصيرات كان في حوالينها فواكه، وكنت بترش الفواكه هذه ببخاخ، وأنا صراحة عجبتني قصة أو مكوناته، فتقدر تحكينا شوي؟ طبعاً هذا الشيء أنت بتعمله لحالك كمان البخاخ، صح؟ صحيح، هذا عبارة عن شيء جليسيرين نشتري من أي صيدلية، ندمجه مع المي، كرمال لأنه لو رشنا المي لحاله على الجلاس المي حتسقط على طول ما بتثبت، فالجليسيرين بيخليها جامدة هاي النقطة على الحبة على الإزازة نفسها ولأطول وقت ممكن كمان بعد. وشفتي كمان حبة الآيس كمان هي شبه حقيقي كمان مش ما يدوب الثلج وضل وقت أكبر وقت ممكن موجودة هاي. جميل، وكمان البخاخ هذا يعطي انطباع إنه المشروبات لسه باردة. جدا بخليك يعني تنجذبي لهيدا الشيء قبل شوية ذكرت البرجر وهذه الصور البشهية اللي شفناها قبل شوية البرجر بيطير، فأنا حابة أسألك عن الطريقة اللي أنت بتعملها في في يعني في تطيير البرجر شرائح، لأنه في ناس ممكن يشوفوا ويقولوا عبارة عن فوتوشوب بس، مش إنه يعني الصورة يعني إنه أنت من جد فصلت كل قطعة، فتقدر تحكي لنا شوي أنت كيف عملتها؟ هيدي الصورة أنا عملت يعني عملت بوردر خشب، في حلقات من اليمين واليسار وفي حبال، فمنحط البرجر والقطع اللحم والدجاج والبندورة عليها بطريقة تمام منتظمة، وبناخد الصورة. بعدين الصوص والأشياء اللي بتشوفوها كمان هذه كمان صورت لحالها كل شيء لحاله، إنما الفوتوشوب ما كان فيه فوتوشوب إلا هو أنه اللايرز حطيناهم في بعض البعض حتى تكونت معنا هذه الصورة. جميل، طيب بالنسبة للناس اللي ما عندهم نفس المعدات، يعني نحن كل يوم نروح مطعم وبنحب أننا نصور الأكل الجميل اللي بنشوفه، فإيش النصائح اللي بتقدمها لأي شخص بيستخدم الموبايل وحابب أنه يصور؟ هلأ الموبايل بأيامنا هذه كثير مهم، ففعلا كلنا سوا أي وقت نصور هاي الأشياء. أهم شيء لما تصوري بالموبايل تكوني مثلا حد الشباك حد الباب كرمال الإضاءة، إذا كانت الإضاءة صح كل شيء حيكون بيرفكت، إذا كانت الإضاءة خطأ خلص. فهي الإضاءة هي أهم عنصر بتكوين الصورة. طب أنا عندي سؤال أخير يعني لك، إيش أكثر طبق تستمتع وأنت بتصوره علي؟ الحلويات الكنافة. طبعا أنا أقول لك أنا إعدادي صراحة لهذه الفقرة جوعتني بشكل ما تتخيله، أنا تعبت يعني، فلازم بعد هذا الحلقة كلنا صح؟ سؤال يعني أوكي، العصيرات شفنا مثلا التلجة، الكيك مسكتها بحبل، بس البرجر كيف برجر والسلايس الخس والطماطم والبيف نفسه؟ هذه معلقة بحبال. أي نقدر نطلب من المخرج يحط لنا الصورة حقت البرجر المايونيز صور الصوص. في بعدها صورة صور لحاله تصور لحاله بصورة بعدين صورة. اندمج مع كيف برضو كيف صورته يعني بس ضغط؟ لا بطريقة اني اضغطها من فوق وصرت اخذها يمين يسار. انا في عندي تحدي علي، في تقرير راح يطلع بعد شوية عن أكلة تنتشر في موسم معين، أكلة الجراد، فنبغى نقدم لك دعوة ونبغى نشوف كيف تتفنن وتطلع لنا صورة هذا الطبخ بشكل محترف. يلا حاضرين، شوف معنا التقرير. يلا شكرا، هذا كان كل ما لدينا اليوم في فقرة الثقافة والفنون.